أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم، نبدأها بأبرز العناوين. القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا هجوم اسطنبول. اللواء التركي لا نستبعد اختطاف الشيخ بسبب مواقفه الوطنية. وأمير تبوك المواقع الاستثمارية حققت نقلة سياحية. ما هي أبرز الملفات التي سوف نناقشها في حلقة الوطن اليوم؟ مركز الملك سلمان يوقع عقد تمديد تشغيل العيادات الطبية لخدمات اللاجئين لخدمة اللاجئين اليمنيين في جيبوتي. المدينة معاقبة مستخدمات كاميرا الجوال في المدارس، وتأهيل أكثر من 12 ألف سجين في تخصصات تقنية ومهنية. حياكم الله. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مستشفى الرحمة العالمية عقد تمديد العيادات الطبية في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين بجيبوتي، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبد العزيز الداود. وبموجب العقد الذي وقع مؤخرا تقوم العيادات بخدمة ورعاية طبية لعدد 1500 لاجئ يمني متواجدين حاليا في المخيم. فقد حضر التوقيع نائب مدير منظمة الأونارس محمد علي التي تتابع وتشرف على عمل المنظمات في جيبوتي، وفريق مختص من المركز لمتابعة مشروعات المركز الإغاثية في جمهورية جيبوتي. توعدت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة مستخدمات كاميرا الجوال داخل المدارس من معلمات وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بتطبيق الأنظمة الصارمة بحقهن. واعتبر المتحدث باسم إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة عمر البرناوي تصوير الطالبات والمعلمات داخل المدرسة مخالفة صريحة تستوجب التحقيق مع مرتكبها وإصدار عقوبة تأديبية بحقه بعد إحالته لإدارة المتابعة الإدارية بإدارة التعليم. لذلك يجب التقيد بالأخلاقيات تحقيقا لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المدرسية المناسبة وعدم الانشغال بأمور خاصة كاستخدام الجوال والتصوير والذي يعتبر مخالفا للحقوق ويصنف على أنه جانب من جوانب التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، وفقا لما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أن مسؤوليات الوزارة الإدارية والتربوية القائمة على الالتزام بتربية وتعليم بناتها الطالبات في ظروف إنسانية واجتماعية ونفسية مناسبة انطلاقا من تلك المسؤولية يستوجب على مديرات المدارس توعية المعلمات والطالبات بسلبيات استخدام الهاتف الجوال والتصوير داخل المدرسة. مشاهدينا، التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا وعبر الهاتف الأستاذ عمر البرناوي المتحدث باسم إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة. هلا ومسهلا أستاذ عمر، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية، بعد وجود تجاوزات من قبل المعلمات وبعض الطالبات باستخدام الهاتف الجوال أو بالتحديد استخدام كاميرا الهاتف المحمود، سؤالي الآن، ما هي العقوبات التي تنتظر بداية المعلمة التي تستخدم هاتفها بالتصوير في داخل المدرسة ثم الطالبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. طبعا نحن لن نتطرق بشكل مباشر على العقوبات، لأن هناك عقوبات يعني تتدرج، هي متدرجة عند إدارة مسؤولة في إدارة التعليم اللي هي إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية. طبعا لنا التنبيه ولفت النظر و الى اخره، تتدرج في يعني في المخالفات التي ترتكبها المعلم او المعلمه. واود ان انوه بانه التعليم حقيقه هو موجه للمعلمين والمعلمات على حد سواء يعني، لكن نعم. بالتاكيد المعلمات بخصوصيه المدارس وهذا بتكون يعني تكون التعليم اكثر شده. نعم.
نعم. طيب الحين احنا تكلمنا عن وجود طبعا لمن يستخدم الهاتف، تصوير الهاتف، طبعا حظر الموضوع هذا في داخل مدارس سواء المعلمين او حتى المعلمات، ماذا عن الطالبات؟ يعني للاسف اعداد الطالبات في بعض الاحيان لما يكون كبير في المدرسه ممكن من الصعب ان السيطره على الموضوع، خاصه انا ممكن مثلا طالبه يعني تخبي التليفون في داخل ملابسها، في داخل شنطتها، وصعب تفتيش الطالبه كل يوم. نعم، احسنت، كلام سليم وجميل جدا. نحن يعني من هذا المنبر حقيقه نود تعاون اولياء الامور معنا في هذا الجانب، لانه بالفعل تستطيع الطالبه او الطالب على حد سواء بحمل الهاتف المقال معه خلال داخل مثلا الملابس او في الشنطه او كذا في حقيبه الدراسيه، ومن الصعب حقيقة هذا يعني معرفته. وحصلت كثير من الحوادث، يعني حوادث التصوير اللي هي يعني إن شاء الله ما تكون، خصوصا في مدارس البنين، يعني لنقلها لمثلا مشاهدة بعض مقاطع مثلا مباريات أو كذا أو مسلسلات أو بعض المقاطع الفكاهية ونقلها للبعض للبعض. لكن الحمد لله هناك عقوبات، يعني هناك لائحة سلوك من إدارة صادرة من إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، أيضا لائحة سلوك هي أيضا مرتبة بترتيب يعني معين يتم فيها تنبيه الطالب ولفت نظر وعقاب، يعني عدة عقوبات متدرجة أيضا في هذا الجانب. لكن الحمد لله بفضل من الله يعني كثير من المدارس يعني قضية حمل الجوالات هذه في المدارس يعني تم القضاء عليها، يعني حتى يعني كان هناك تعاون من المدارس، لأنها يعني إن كان ولا بد فكانت عملت زي الحافظات والدواليب الخاصة بحفظ أدوات وأمتعة الطالب. الطالب يحتفظ بمفتاح له إذا كان لابد، لأن هناك بعض الطلاب من المهم جدا أن يتواصل مع ولي أمره بعد الانصراف وإلى آخره. تم القضاء، لكن لا نستطيع ان نقول انها ظاهره يعني وصلت لحد الظاهره، ولله الحمد يعني في تجاوب كبير من اولياء الامور، وننتظر ايضا تجاوب اكبر للقضاء على هذه الاشكاليه، لان هناك اشكاليه اخرى تظهر منها، وهي ممكن يفقد او يسرق يعني هذا، فتدخل في اشكاليه كمان اخرى، اشكاليه يعني فقد الجوال داخل المدرسه. صحيح، هي ممكن حتى تكون في بعض الاحيان ان حاله انتقام ما بين الطلبه سواء نعم ذكور او حتى نعم اناث، ممكن مثلا هو ياخذ التليفون حقه او حتى ممكن نعم بهدف حتى السرقه. طيب ماذا نعم عن التليفونات ايضا، الهواتف اللي ما فيها كاميرا؟ ليش مثلا ما يسمح بوجود هذه الهواتف الصغيره اللي ممكن خاصه الطالب، انا اتكلم مثلا في بعض الاحيان أستاذ عمر، يعني الأم ممكن أحيانا تبغى مثلا تطمن على بنتها، تبي تطمن على ولدها، خاصة مثل ما تفضلت أيام بيكون مثلا في ظروف صعبة، ممكن مثلا يعني الأم تبي تقول شيء لولدها، مثلا هي موظفة، في كثير يعني أمور أيام تستوجب وجود هاتف موجود مع التليفون. ليش ما مثلا يكون في هاتف مثلا وتقر يعني بوجوده وزارة التعليم هذا الصغير، وممكن حملة ويكون على مرء او مسمح، مثلا ما يكون انه حظر نهائي للهواتف، وممكن يعني يتضرر الطالب او اسرته. هو ان شاء الله ضرر ما بيكون فيه، يعني لا انا بقول لك شيء، يعني مثلا بقول لك شيء، يعني للاسف في بعض الاحيان مثلا لو بتتذكر معايا استاذ عمر حوادث مثلا الاختناق، مثلا طفل اختنق في حافله مدرسه، طب هذا مثلا الطفل او الطالب ما كان في عنده وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، يعني هذا مثلا لو في تليفون صغير وبيده حس نفسه أن الكل روح قفلوا عليه الباص وخايف مو بعرف وش يتسوي، يمسك التليفون يتصل على أبوه على أمه يقول أنا مثلا يما تراني أنا في الباص تراني ما نزلت، على طول تقدر الأم أنها تتواصل مع المسؤولين وتنقذ ولدها، أو مثلا ممكن حادث اعتداء، حادث خطف، نفس الفكرة هذه. والله هي طبعا يعني قضية حظر الجوالات ما هي على يعني في مجملها، يعني انا ماني بقول على اللي فيها كاميرا، انا تراني قاعد اقول على اللي ما فيها كاميرا. سم، هي الحمد لله جميع المدارس عندنا موفرة حتى يعني جوالات خاصة للطلاب، الطالب ممكن يتواصل مع ولي امره، لكن قضية حمل الجوال الطالب داخل الفصل بالتأكيد سواء كان يحتوي على كاميرا او لا يحتوي، هو في النهايه بيشغل الطالب، يعني بيشغل الطالب بالفعل، يعني الطالب بينشغل باي اتصال
حصر التواصل بشكل كبير بينه وبين مثلا ولي امره، لكن ممكن الايام الاخيره مثلا التي تسبق الامتحانات او الاجازات ممكن يسمح لهم بحمل مثل هذه الجوالات اللي ذكرتيها انت. اما بقضيه مثلا الطالب اللي مثلا توفي، هذا نسال الله ان يغفر له ويرحمه ويجبر والديه، يعني هذه حادثه يعني خاصه، والطفل هو ايضا كان يعني في سن اظن لا يسمح له ايضا حمل يعني جوال، وكان بحاله نوم يبدو يعني، او كما يعني وصلتنا اي صحيح، وكان راقد معيب نعم نعم، لكن ما اعتقد في مرونه في قضيه الجوالات اللي هي لا تحمل كاميرات، خصوصا في الايام اللي هي تسبق الاختبارات في حاله انه الطالب تم انصرافه في وقت مبكر ممكن التواصل. لكن ايضا الحمد لله وزاره التعليم وفرت يعني خطوط سواء الثابته او خطوط الجوالات، يعني يوجد في كل مدرسه جوالات خاصه يعني خاصه بالطلاب للتواصل معه ومع والده، وايضا ولي امره يعني لدي هذا يعني عنده يحتفظ بهذا الرقم، ممكن التواصل في اي وقت سواء ام او اب، ممكن التواصل في اي وقت يعني مع ابنه، يتواصل مع الاداره مع اداره المدرسه او مرشد الطلاب يوصله مع ابنه ان شاء الله يبلغه باللي يعني يود ابلاغه به. نعم انا اعرف اكيد طبعا يعني اداره التعليم ما تقصر في هذا الخصوص، وخاصه يعني في بعض الاحيان حتى المدرسين والمدرسات مثلا لو طفل احتاج تليفون بيكلم اهله هم يتصلون نعم. على اهله يعني نعم. بالنهايه احنا في ديره نعم. خير يعني الطفل نعم. ما يكون في المدرسه ما يكون مقطوع عن الدنيا، بس انا اتكلم نعم. يعني لا سمح الله عن الحالات يعني خلي بقول لك استاذ عمر الاستثنائيه او الطارئه. عموما انا اشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، واكيد بشكرك استاذ عمر البرناوي المتحدث باسم اداره التعليم بمنطقه المدينه المنوره. مشاهدينا انا هذا اللي قاعده اتكلم عليه، يمكن هذا اقتراح يعني شخصي مني، دائما الام تكون حريصه كثير انها تكون تبي تعرف ولدها وين فيه، حتى في مثلا هذه الاجهزه اللي مثل البيجر اول قديم، او مثلا هذا الجهاز الصغير اللي يحدد موقع الولد وين فيه، الام الاب يقدرون في حال مثلا ذهاب المدرسه عوده من المدرسه لا سمح الله تم اختطاف اي شيء، هو تكون الام هي عارفه ولدها وين فيه، تجي مثلا زي مسج على تليفونها الولد ترى تحرك من كذا، الولد في حركه غريبه، هو مثلا شرد ممكن من المدرسه ترى من مكان اللي هو مو دائما بيكون موجود فيه، او مثلا الولد لا سمح الله تعرض اي شيء يقدر على طول انه يتصل بامه ولا بابوه على اساس انهم يكون في حركه سريعه. ما ادري يمكن هذا طبعا اقتراح شخصي مني انا طبعا اقول الحين على الهواء. عموما مشاهدينا اكيد بنروح الفاصل قصير، لكن قبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقيه التعاون مع حساب موجز الاخبار السعودي الاخباري المعروف بالشايب، وفيها جمرك سلوى يحبط محاوله تهريب اكثر من طن من ماده التنباك عثر عليها مخبأه ضمن ارساليه وردت للجمرك، معهد الاداره العامه يعلن اسماء المقبولين والمقبولات في برامجه الإعدادية، وزارة البيئة والمياه والزراعة تحظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من صربيا، مدني جدة يباشر احتجاز 8 أشخاص بمصعد وتم إخراج المحتجزين ونتج عنه إصابة امرأة باختناق وتلقت العلاج في الموقع. إلى فاصل قصير. حياكم الله من جديد. أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأهيل 12351 سجين من خلال برامج التدريب المهني التي تقدمها المؤسسة في السجون بالشراكة مع المديرية العامة للسجون، وذلك بهدف تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم للعودة للمجتمع عقب انتهاء محكوميتهم ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة. وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة أن البرامج التدريبية المخصصة للسجناء يتم تقديمها في 36 معهد داخل السجون بمختلف مناطق المملكة، وتشمل التخصصات التالية: الكهرباء والتمديدات الصحية، الحاسب الآلي والخياطة والحلاقة والنجارة والسمكرة والدهان والإلكترونيات وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف واللحام. مشاهدينا وتعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف
النقيب فيصل محمد الدلدحي مدير الشؤون الإعلامية بالمديرية العامة للسجون، أهلا ومرحبا بك في برنامج الوطن اليوم. نقيب فيصل، بداية حدثنا عن أهمية هذه الخطوة اندماجهم في المجتمع. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل وخاتم المرسلين نبينا محمد. ثانيا لو عدنا قليلا إلى النظريات التي حددت فلسفة العقاب في العصور السابقة، فقد كان الهدف من السجن هو القصاص من الجاني وردعه. طبعا إلى أن ظهر مؤخرا نظرية الدفاع الاجتماعي، وهي باختصار هذه النظرية تبنى على حماية الجاني نفسه والمجتمع من ظاهرة الإجرام. وهنا في طبيعة الحال يتفق مع سياسة العقاب في الشريعة الإسلامية، والدولة رعاها الله اتجهت إلى إنشاء المؤسسات الإصلاحية والتي تهدف إلى تطبيق أحدث ما توصلت إليه التجارب الإصلاحية في العالم، فأوجدت مجموعة من البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون، وهذا بلا شك له مردود كبير على الأمن المجتمعي. نعم. نقيب فيصل، ما هو عدد النزلاء الذين التحقوا بهذا البرنامج؟ عدد النزلاء كما صرحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكما توافق مع إحصائياتنا في المديرية العامة للسجون، 12351 نزيلا ملتحقا ومستفيدا من برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تقوم المديرية بتوفير المواقع المخصصة لإقامة المعاهد داخل الإصلاحيات والسجون، وتقوم المديرية العامة للسجون بتوفير المواقع المخصصة لإقامة المعاهد داخل الإصلاحيات والسجون، وتقوم المؤسسة العامة بدورها بتجهيز وتوفير الكوادر التدريبية المؤهلة للقيام. وأنا من هذا المنبر لا يسعني إلا أن أشكر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ما تقدمه من جهود في هذا الجانب. نعم. نقيب فيصل، من هم الذين يحظون بالالتحاق بهذا البرنامج التدريبي من نزلاء السجون؟ من جميع نزلاء ونزيلات السجون دون استثناء. طبعا هذا الأمر يخضع إلى رغبة النزلاء أنفسهم وإدارة السجون بدورها، لا تألو جهدا في سبيل تقديم النصح والعون لهم ودعمهم للانخراط في هذه البرامج على حسب ميولهم واهتماماتهم وبما يتناسب معهم. نعم. نقيب فيصل، الحين لما نتكلم عن تخصصات كثيرة مثل الكهرباء، التمديدات الصحية، الحاسب الآلي، الخياطة، من اللي يساعد النزيل أنه هو يختار التخصص اللي هو ممكن يناسبه أكثر ويكون هو يعني ممكن هو يستمر فيه أيضا بعد خروجه من السجن؟ طبعا هناك الحصول على وظيفة والاستفادة من ما تعلمه داخل الإصلاحيات السجون، هناك برامج الرعاية اللاحقة التي تقدمها المديرية للمفرج عنهم، ومن يساعده في اختيار التخصص هناك إدارات في الإصلاح والتأهيل تقوم بذلك حسب إمكانات النزيل وشهاداتها العلمية. نعم. نقيب فيصل، أيضا سمعنا أنكم أيضا تقدمون خدمة الرعاية اللاحقة للنزيل، ما هي الرعاية اللاحقة؟ الرعاية اللاحقة هناك عدة اتفاقيات وشراكات مع عدة مؤسسات حكومية وأهلية في رعاية المفرج عنهم بعد خروجهم ومغادرتهم السجن، كما تم مراعاة ذلك في مرافق الإصلاحيات الحديثة بتوفير وحدة سجنية لمن سيتم إطلاق سراحهم قريبا. نعم. طيب سؤالي الأخير نقيب فيصل، ما هي النصائح التي تقدمونها للسجين بعد إتمام فترة حكمه وتأهيله؟
النصائح اللي نقدمها للسجين هو الاستفادة، أن يستفيدوا بشكل أمثل من خلال ما تلقوه من تدريب وتأهيل داخل الإصلاحيات، وأن ينطلقوا من هذه الخطوة إلى ما هو أبعد من ذلك. نعم. الحصول على وظيفة والاستفادة من برامج المقدمة لهم. نعم، أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. النقيب فيصل محمد الدلدهي، مدير الشؤون الإعلامية بالمديرية العامة للسجون، شكرا جزيلا لك لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. تنعم المملكة العربية السعودية بالكثير من المعالم الطبيعية والتاريخية الجميلة التي تسرق القلوب، لتمثل نعمة كريمة وكنز تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. وما جبال طويق إلا واحدة من هذه المعالم الكثيرة والمتعددة التي تشد إليها الرحال في الأجواء الباردة. نتابع. حافة العالم أو المطل حسب ما يعرف باللغة العامية الدارجة عند أهل المنطقة، هي من الأماكن الأكثر جمالاً لمحبي الطبيعة والطبيعة الصحراوية تحديداً. الوصول لهذه المنطقة أو القمة يعتبر تحدياً لا يقوم به إلا هواة الصحراء والطرق الوعرة. والله الوصول هنا زين صعب، وبنفس الوقت شوي مرعب زين، حتى يعني اللي بيجي هنا يعني ما يجي بسيارة عادية، يجي المفروض بجمس سيارة يعني قوية. فريق قناة الآن وصل إلى هناك في رحلة صحراوية شاقة وممتعة، ليتعرف على المكان وزواره وما رأوه. وجدت معلومات جيدة عن هذا المكان، واتضح بالفعل أنه رائع، وأنصح الجميع بزيارته. حافة العالم هي نهاية سلسلة جبال طويق التي تمتد من الأردن وتنتهي بالقرب من الرياض. يتألف هذا المكان من منحدر صخري سحيق يطل على واد متسع تجري فيه السيول بعد هطول الأمطار في منظر مهيب، ومنه استمد اسمه، حيث أثبت العلماء أن هذا المكان كان عبارة عن قاع لبحر كبير يغمر شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام قبل أكثر من 50 مليون سنة. يبعد هذا المكان قرابة 100 كيلومتر عن العاصمة الرياض، وتزوره البعثات الدبلوماسية والمواطنون والمقيمون بشكل مستمر، وتفضل زيارته في الشتاء نظرا لصعوبة الأجواء هناك. أمضيت وقتا طويلا في السعودية ولم أعلم عن هذا المكان، وعندما قرر أصدقاء القدوم قررت مرافقتهم. ويبقى الحديث عن حافة العالم أقل بكثير مما يشعر به من يقف على هذه القمة. هذا ما يميز المملكة العربية السعودية الحافلة بالمواقع والأماكن التي تأسر القلوب قبل العقول. مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة تويتر، ولنستعرض فيها تفاعل المغردين مع قرار وزارة التجارة والاستثمار بمنع توجيه الدعوات لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في افتتاح المولات أو الترويج للمنتجات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة. وظن مغردون أن القرار ينص على منع دخول المشاهير، مشاهير السوشيال ميديا ومشاهير وسائل التواصل في المطلق، بينما القرار تنظيمي بشأن استغلال هؤلاء النجوم بشكل ترويجي ودعائي. أخبار الآن رصدت تفاعل المغردين مع وسم منع مشاهير التواصل من المولات، والتي تنوعت بين التأييد والسخرية. نبدأ من المغرد فيصل الصويمر اللي غرد قائلا: لو كان القرار لكان أفضل، لكن الموضوع ليس منع بل هو تقديم طلب للموافقات لكي تستعد المولات ويتفادون الزحام. عبد الرحمن الإبراهيم ذكر أيضا في تغريدته: التنظيم سيد الموقف في الكثير من الأمور. أما أماني العجلان غردت قائلة: يعني أروح ما أتقضى ولا ما أروح؟ روحي يا أماني روحي. محمد المسعود أيضا غرد قائلا: قرار جميل، أنا ضد التجمعات العشوائية،
التي لم تعلم بها الدولة ليتم التنسيق مسبقا من جميع الجهات. أيضا توليب أيدت القرار وقالت أجمل قرار سمعته في بداية 2017. حسن النجمي غرد قائلا وش رايكم تسجنون العالم في بيوتها، قرار غير موفق، هؤلاء الأشخاص يمكن الاستفادة منهم بطرق صحيحة وتحت رقابة خبراء. إذن مشاهدينا، يعني تغريدات كثيرة ما بين المؤيدة والمعارضة، ودائما أنا أقول أن التنظيم هو سيد الموقف. أكيد مشاهدينا الكرام مشكركم على متابعتكم الحلقة، بإذن الله بكرة أشوفكم وحلقة جديدة من الوطن اليوم. مع السلامة.